من الأشياء اللي تبقى خالدة في الذاكرة طبعا أيام مدرسة، ومن أكثر الأشياء اللي أتذكرها من أيام مدرسة الطابور الصباحي، في عشنا الكثير من المواقف الحلوة والوحشة، ويا ما وقفنا عز البرد وعز الحر عشان نسمع إذاعة الصباح. قبل نتكلم أكثر في موضوع الطابور الصباحي، خلونا نشوف هالتقرير لزميلنا نواف العنقري، نسترجع فيه الطوابير وهل اختلف زمن أول عن دحين ولا لا. سنوات ذهبت وطويت في النسيان، وأعوام أتت بأجيال مختلفة، إلا أن لبعض الأمور حكم قدري بأن لا تتغير مهما اختلفت الأزمان. ذكريات الطابور الصباحي حقيقة من أجمل الذكريات، وعندما أقف أمام طلابي الآن وأرى أحد طلابي يقف في الطابور الصباحي ويؤدي الطابور الصباحي ويقف في الإذاعة، تعود من الذاكرة خلفاً لأيام المراحل الدراسية الابتدائي والمتوسط والثانوي، وحقيقة كانت تفعل ولا زالت تفعل، لكن كانت تفعل بالنظام التقليدي، وكان تولي اهتمام إدارة المدرسة بتفعيل هذه بهذا الانضباط. فمن أجمل الذكريات كنا نتسابق حقيقة على تقديم البرنامج الإذاعي المدرسي، وهو صراحة هو الذي أعطاني دور وأعطاني همة للاندفاع خلف الانضباط وخلف كل ما وصلت إليه. ذلك الوقوف الطويل، الدقائق المعدودة، الصمت المالئ للأجواء، الطابور البشري الممتد والذي ينبعث من مقدمته صوت يحرك تلك الأعداد. وبالرغم من قصر فترته الزمنية، إلا أنه غني بمحتوى، فبدايته بصوت قرع الجرس يتعلم الأبناء الانتظام بالاصطفاف في خط واحد، ومن ثم تبدأ الإذاعة المدرسية بثقافات لتنمي عقل الطالب. طبعا في وقتها كانت الأعداد أقل، أعداد الطلاب، وكانت برضو المدارس نوعا ما أصغر. الآن ما شاء الله تبارك الله احنا نشوف مجمعات تعليمية ومشاهد تعليمية كبيرة وأعداد كبيرة من الطلاب، حقيقة ذكريات يعني جميلة جدا. كان النشيد الوطني جزء لا يتجزأ من الطابور الصباحي، وأيضا الإذاعة المدرسية أيضا كانوا في معلومات كبيرة وثقافية وتعليمية. أيضا إذا كان مثلا مدير مدرسة عنده مثلا نصيحة بيقدمها للطلاب أو المرشد الطلابي، يعني كانت ذكريات جميلة حقيقة. تأتي التمارين الصباحية التي تحرك جسد الطالب وترفع من لياقته وتحفزه على أن تكون الرياضة هي أسلوب حياته، ويختتم هذا الطابور بغرس الانتماء الوطني وتكريس معنى الوطنية واحترام تلك الهوية بترديد نشيد الوطن. الطابور الصباحي حقيقة مثل الحديقة الغناء، فمثلا أوله ترتيب ونظام، ثم يتخلله النشاط والحيوية في ممارسة الرياضة، ثم تأتي الإذاعة بجمالها وحلتها وتخرج ما في الطلاب من مواهب وقدرات وإلقاء ومذاكرة بعض المعلومات، وأيضا الطالب بعضهم تكون بداية له في أن يكون مذيعا أو خطيبا أو فصيحا أو بليغا. أول أمر يكون متردد، وما هي إلا أوقات قصيرة حتى تراه ما شاء الله قوية الكلام والبيان. فالطابور كله حقيقة جميل ومفيد، ونحن معه حتى يبقى ولا ينقطع.
شكرا لزميلنا نواف العنقري. تزامنا مع دخول موسم الشتاء وتأثر المملكة بمنخفضات جوية، لجأت بعض مدارس التعليم إلى البدء بالدوام الشتوي اللي يكون فيه طابور يبدأ من الساعة 7:15 صباحا. تعتزم بعض المدارس الأخرى إلى إلغاء الطابور الصباحي بسبب البرد. احنا طبعا راح نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل اكثر مع ضيفنا في الاستوديو الاستاذ سلطان الطلحان. اهلا وسهلا فيك الطيحان. اهلا وسهلا. اهلا بك، حياك الله، نورتنا. طبعا احنا شفنا مع بعض التقرير استاذ سلطان، وكان اول حاجه وجهتها لك واحنا بنشوف التقرير انه انت لازم تحكي لنا على ايام المدرسه حقتك، انت كيف كنت في الطابور الصباحي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اولا اشكركم على هذا اللقاء. اهلا وسهلا. طبعا الايام اول كانت طبعا الطابور الصباحي في فناء خارج المدرسه، خارج المدرسه، فكان من ناحيه اوقات الحر كان حر جدا، اوقات الشتاء كان بارد جدا. ما كان في طبعا نوع من الانضباط في عملية الطابور الصباحي، يعني كان الصفة. بس الصفة، وكان يعني نوع من الـ 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 عدم يعني الانضباط فيها. الآن تغير الوضع طبعا، طلعنا كم مرة طلعنا من الطابور وينادوا عليك في انه ترى هذا مشاغب. مو انا طبعا، هذا واحد ثاني عفوا. ما وين فالآن في صار فيه طبعا انضباط، صار فيه نوع من الأشياء المرتبة للطابور الصباحي. من ناحية أن الطابور الصباحي طبعا مدته أقل شيء تقريبا ربع ساعة، فيه أشياء معينة لازم أن اللي ماسك الطابور الصباحي وهم المعلمين التربية البدنية عندهم بعض القواعد لازم يمشون عليها. طبعا الطابور الصباحي عندنا متنوع، يعني جاي إلى شقين، الشق الأول الجانب البدني، والشق الثاني الجانب الفكري والعقلي والوجداني. طب إذن يعني أفهم من كلامك أستاذ سلطان أنه الطابور الصباحي جدا مهم. مهم جدا، يعني من أيامنا ومن أيام أول ومن أيام قبلنا، يعني من أول ما بدأت المدرسة كان في طابور صباحي. صحيح، موجود. طيب إيش أهمية الطابور الصباحي للطلاب، وليش في فرق ما بين أول والآن؟ الآن تحس أنه ممكن ما بيوقفوا اللي كنا إحنا نسويه. يعني أنا أتذكر أيام أول في الطابور الصباحي أنه نوقف بعد النشيد الوطني ونقرأ سورة الفاتحة. والله ما أنساها، ننسى سورة الفاتحة، بعدين نسمع الإذاعة. بالضبط، السلام الملكي شيء مهم. بعدين كنت أتذكر يعني لما أيام ما كنت في جدة، مديرة مدرستي كانت مصممة من الـ يعني قائدات المدارس الشديدات جدا، اللي لازم نسوي رياضة، الله يذكرها بالخير، وهي عاشت مع خالد الخالدي. مستحيل تخيلي أنساها. كان لازم تخلينا نسوي رياضة. يعني في أشياء مهمة تتسوى من جد الصباح. أنتم بالنسبة لكم إيش كان طابور الصباح بالنسبة لكم؟ طبعا غير أنه أستاذ سلطان هيحكينا برضه ويشاركنا في الموضوع. بشارككم. والله أنا كنت أكره طابور الصباح. ليه؟ تفتيش ضوافر، لابسة الكولا، إيش الشنطة، إيش الشوز، ساعة كاملة على كله تعهدات. أنا كل طول الوقت أنا أقعد عادي، بالعكس كل أسبوع أكتب تعهدات ثلاثة على المخالفة. طول الوقت يوم هم يفتشوا. أنا لو إني منك على طول أمشي أروح أوقع تعهد قبل ما يفتشون. أنا كنت حاسة إني أخلص الدفتر على يدي. وياسمين؟ والله كان يعني اغلبها بيكون في احتفالات احيانا الصباح على حسب المناسبات، في اجواء حلوه تصير اثناء الطابور الصباحي، واحيانا لا، اغلبها اذا في شيء مهم على طول بدونا ندوه الصباح، كنسلوا كل الحصص، ثلاث حصص الاولى واحنا جالسين برا. كانت يعني انا كنت احب الزحمه اللي قبل الطابور الصباحي، عرفتي؟ اما الطابور نفسه لا والله ما احبه. انت تحبي يعني كذا، تعرفي لما يقول العولمه لما يرن الجرس وكذا، تحسي البنات كان في عندهم شيء يسحقونه. تعرفي لما تكون في هجوم من نوع ما وكذا، تحسي بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، وانت جالسه بالوسط وتناظري. كان كثير حلو، بس الطابور نفسه لا احس ما له داعي نهائي. خليني ارجع لاستاذ سلطان ويذكرنا برضه باهميه الطابور الصباحي برغم اختلاف الاجيال والازمنه عليه. طبعا اجيالكم واجيالي طبعا كانت خلوها على جنب. الجيل يعني الجيل الان الجيل الحالي اللي هم الان موجودين. طبعا زي ما قلت لك قبل شوي ان الطابور الصباحي مهم للطفل. الان الطفل صاحي من النوم، راكب السيارة، جاي من البيت بسيارة إلى المدرسة. يعني النشاط البدني عنده صفر.
النشاط العقلي عنده صفر. صحيح. زين؟ يا الله الأب أو السواقة أو الأم إذا كانت هي اللي جايبتها يا الله تسحب عشان تنزله. في حالة خمول. حالة خمول لدرجة إلى تقريبا الصفر. يعني يا الله يندف إلى المدرسة. يدخل هذا الطالب هذا إلى المدرسة يلقى الطابور الصباحي. تعال تفضل. الطابور الصباحي طبعا يعلمه أول شيء على الانضباط. إذا بدأ طبعا احنا جزئناه إلى جزئين. صح. جزء اللي هو بدني وجزء اللي هو عقلي وفكري وجداني. الجزء البدني اللي هي التمارين الصباحية اللي هي يمين يمين يسار. صح. والتمارين ليش؟ هذه تنشط الدورة الدموية. نشطت الدماغ. تعطيه دافع في الدماغ انه يستوعب الأشياء اللي جاية بعده، مادة الرياضيات، العلوم إلى آخره. نجي للجانب الثاني وهو المهم اللي هو تعزيز الجانب الفكري والعقلي من ناحية قراءة القرآن في أول الإذاعة المدرسية، وبعدين الحديث، وبعدين بعض المسابقات، الإلقاء، الخطابة، آخر شيء اللي هو أداء النشيد الوطني. هذا النشيد الوطني بعد شوي يمكن نتطرق له، هذه مهم من ناحية تعزيز الولاء للوطن. فهذه من الأشياء اللي مهمة في الجانب اللي هو طبعاً الطابور الصباحي. نعم. حنا ممكن كأولياء الأمور نغفل عنها. بس المدرسة مين لازم يكون مركز فيها؟ اللي هم المدرسة والطالب نفسه. نعم. إنه جاي الصباح يعطى الشيء هذا. طب أنا راح يعني أستاذ سلطان راح أخليك كمان إذا حابب تطرح معنا سؤال، لأنه عبر الهاتف تنضم معنا قائدة مدرسة 120 برجيت التركي. أهلا وسهلا فيك يا أستاذة برجيت. أهلا أهلا وسهلا فيك حبيبي، نورتينا. أستاذة برجيت، يعني كنا بنتكلم عن الطابور الصباحي واختلافه عبر الأزمنة والعصور واختلاف الأجيال أيضا، يعني بحكم أنه أنت ما شاء الله ما زلت على رأس العمل وقائدة مدرسة، إيش أهمية الطابور الصباحي؟ كم مدته؟ إيش الأشياء اللي بتصير في الطابور الصباحي الصبح؟ طبعا بداية بسم الله واستعين بالله وأصلي وأسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أرحب بك حبيبتي وبالجميع ضيوفك، وأرحب بالمشاهدين الكرام. بالنسبة للطابور الصباحي هو بدايات اليوم الدراسي، والبدايات إذا كان لها جمال خاص فهذا شيء طبيعي بينعكس على باقي اليوم الدراسي. يعني يمكن هو الطابور الصباحي نقول شيء روتيني من قديم موجود من بدايات التعليم، لكن لابد من تفعيله بأسلوب مشوق ومحبب للطلبة. يعني طبعا بنبدأ في آيات ذكر الحكيم بداية، طبعا كلام الله يتلى إذا كان بصوت جميل سبحان الله يبعث في النفس الطمأنينة والهدوء. يجي بعد كذا دور النشيد الوطني. طبعا هنا النشيد الوطني لابد أنه يعزز فيه روح الانتماء للوطن. صحيح. يعني هنا طبعا اقترحت علينا احد المعلمات، معلمات العلوم الشرعيه، انه يكون يلقى بصوره محببه. كيف يعني؟ او بصوره مختلفه. فكان مثلا عملنا طابور صباحي، عملنا مسابقه لاجمل نشيد وطني للفصل بين الفصول كانت طبعا. نعم. ففاجئنا بانه اثمر حقيقه عن انجازات جميله جدا. ما كان نشيد عادي ابدا، بل وصل إلى تمثيل أدوار مقاطع تمثيلية قصيرة تحكي مواقف لمؤسس الدولة الملك عبد العزيز رحمه الله عند توحيد المملكة، أو بعض العروض الجميلة. كانت بالفعل رسالة جميلة وهادفة توضح مقدار حب الوطن. صحيح. هذا هو المطلوب يا أستاذة برجت لما نتكلم عن قيم المواطنة وكيف نعزز هذا الموضوع في أطفالنا من هم صغار ويكبروا عليها. لكن أنا أسفة قاطعتك، كنت حابة أستفسر وأسأل عن بعض أولياء الأمور اللي حاولوا أنهم يخلوا عيالهم يتأخروا ويفوتهم طابور الصباح بحكم أو العذر يكون الجو بارد، إيش ممكن تنصحيهم وتقولي لهم كيف ممكن لا مفروض أنه يجوا طابور الصباح، وإيش الشيء مفروض أنهم هم يسووها؟ طبعا أو بداية إدارة المدرسة لابد أنها تراعي المكان الطابور الصباحي. يعني أنا مستحيل في البرد نجعل طالباتنا يصفوا الطابور في الساحة الخارجية. صحيح. فشي طبيعي بيكون في الساحة الداخلية. هذا هنا بيشجع الطالبات إنه ما حيكون برد، يعني مسكين يخليهم في هذا البرد الشديد إنهم برا. فإذا كان عرف الأب إنه الطابور حيكون لابنه أو ابنته في الساحة الداخلية،
فالوضع خلاص سليم ما في أي مانع، فحيكون كل فقرات الطابور الصباحي ستلقى بصورة سليمة ومحببة للطالب. فهذه ما فيها إشكالية أبدا. طبعا إضافة أن الطابور الصباحي لابد يكون مشوق، يعني بعد النشيد الوطني أو الفقرات اللي بتصير فيه فيها فقرات توعوية تزرع قيم نبيلة في نفوس الطالبات وبأسلوب محبب، أسلوب مسرحيات، مشاهد تمثيلية قصيرة، مسابقات، حتى المسابقات بتكون حركية، يعني مثلا على سبيل المثال ممكن أسئلة تضعيها في مكان معين أو في فصول معينة ويلا طالبات تختار مثلا تروح تجيب الإجابة من مكان معين، تلاقي فيها أنشطة حركية خلال الطابور. يعني كل ما كان خرج عن الوضع المألوف الطابور الصباحي كل ما تحمست للطالبة وشافت أنه بلا شيء محبب وهو بداية جميلة يبدأ اليوم الدراسي فيه. صحيح. إضافة أنه الأشياء التعاميم، إعلان المسابقات، الإعلان عن الأنشطة، الفعاليات، كلمات توعوية، كلها بتكون في الطابور الصباحي، هو الوقت اللي بتجتمع في كل أسرة المدرسية خلال هذا الطابور. طيب. الحمد لله احنا لاحظنا أن طابورنا جدا جميل بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم طبعا جهود فريق العمل الموجود معنا. جميل. نعم أستاذة برجت، نسألك عن الأجواء الآن، أجواء برد خصوصا فترة الصباح، هل ممكن تلغون الطابور الصباحي من حتى الأنشطة الصباحية ممكن تلغى الفترة هذه؟ أنا يمكن قلت قبل كذا في إجابتي أنه المدارس الحكومية أو المدارس حتى الأهلية فيها ساحات داخلية وخارجية، فوقت البرد بيكون الطابور في داخل المدرسة، فهذا أبدا ما يمنع أن ما نعمل الطابور، لأنه صراحة جزئية هو يمكن ربع ساعة، لكن هذه الربع ساعة هي بتحكم على كل باقي اليوم الدراسي، إما بطاقة إيجابية وأسلوب محبب أو ممكن شيء ثاني، يعني طاقة سلبية، طاقة، يعني في الطابور بيكون في تكريم، وأهم شيء تكريم الطالبة على كل شيء، أي مجهود تعمله، أي عطاء تعمله، أي عمل لابد إنه بيكون في تكريم في هذا الطابور، فيعزز الطالبة حضورها، يعني تحرص تلاقي بتشوف اليوم دور مين، تكريم مين، يعني جدا الحمد لله عملية تحرص أن هي تكون متواجدة. يعني قائدة الثانوية 120 برجت التركي، أنا أشكر لك هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية وشكرا على جهودكم المتواصلة في الطابور الصباحي وفي تربية الأجيال بشكل عام. أكيد طبعا. أنا اشتقت للطابور الصباحي والله، أنا ما اشتقت لما هي قالت، أنا اشتقت، قالت ربع ساعة. أنت كذا ربع ساعة؟ طيب هذه ربع ساعة حلوة والله، مي حلوة توقفك تضلي متجمدة يعني بمكانك. أنا مش معارضة على الطابور الصباحي، والآن إذا نقدر نسأل عبير أستاذ سلطان كمان، أنا مش معارضة على الطابور الصباحي ولا أنه أنا أحبذ أنهم يلغونه نهائي، بس أنا أبغى الوقت، يعني مثلا أوكي أنا أبغى أسمع قرآن على الصباح وكمان أبغى أسمع النشيد الوطني، أبغى أتحمس. صحيح. أبغى أتشجع، ما يمنع أنه أنا أحط أغنية بعد السلام الملكي، معلش والناس ماشية لا أنت ملك مثلا والناس ماشية الفصولها، يعني أنا ما أقول هم يعني عند واقفين عند الطابور بعد السلام أو القرآن، لا هم ماشيين على فصولهم، ليه ما نبتكر أشياء جديدة للطابور؟ ليه حنا الآن نفس مثلا نبدع في الطابور ما أعرف كم، يعني ما في إبداع بالطابور، وش الإذاعة الصباحية؟ إيش الشيء الجديد اللي أنت بتعطيه الطالب بالإذاعة الصباحية؟ الطابور وأنا جالسة أتثاوب مسوي زي كذا، إنه يعني الأطفال حنا نعرفهم ما في تركيز، وخاصة وقت ما إنهم يصحون. صحيح. طيب أوكي أقدم له وجبة، أقدم له تفاحة، أقدم له موزة، أي أكتيفيتي أو نشاط بسيط، ما في داعي إنه أنا أوقف ربع ساعة الطفل الضعيف وأخليه يستمع للإذاعة ويستمع يعني الأشياء الثانية، أنه ما أعرف. هي لطولي بعمرك وقت الربع ساعة هذه، يمكن بختلف معك فيها من ناحية بعض الأشياء، بس أنه في الربع ساعة هذه هي لها جانبين وبعيدها لكم معليش وبكررهم. الجانب البدني هو تنشيط البدن، جميل. الدورة الدموية والعقل وإلى آخره. الجانب الفكري والوجداني زين، وهي طبعا الإذاعة المدرسية حط فيها ما شئت، يعني حط فيها قرآن، حط فيها نشيد، حط فيها إلقاء، حط فيها خطابة، حط فيها توزيع جوائز للطلاب، حط فيها أي شيء أنت تبغاه، أن تبتكر اللي تبغاه. طبعا الأشياء هذه ضرورية جدا للطالب. أنا أرجع في محور إلى الطالب. صحيح. ممكن أنت تقولين أنا كنت يعني فيني نوم أو تعبانة،
بس أنا في أشياء خفية قاعد أعطيها الطالب منها الثقة بالنفس. يعني بعض طلابنا إذا قلت له أطلع للإذاعة قال لك لا ما أقدر، إذا قلت له مثلا أباك تسوي كذا قال لا ما أقدر. ليش؟ لأنه خايف، خايف من مقابلة الجمهور الموجودين. هذا كان عندي طالب في رابع ابتدائي حاصل على درجة 135 في درجة مقياس القدرات العقلية. ما شاء الله. الطالب هذا يعتبر أقل ترى. لا كيف أقل؟ 135 الحد الطبيعي. بس جاب درجة عالية. في رابع ابتدائي. في رابع ابتدائي الطالب هذا كان متميز لدرجة إنه يعني من ناحية اللغة الإنجليزية كانت ممتازة جدا، لغة العربية كانت ممتازة جدا، يعني أهله حريصين عليه بشكل ما تتصورونه. فقلت لهم نبغى عندنا إذاعة، طبعا في كل أسبوع يعطونا جدول إن هذه إذاعة مدرسية عندكم. ها أقول لهم يا أخواني، ما قلت لهم يا أخواني عندنا إذاعة مدرسية، من بيقدمها؟ كل الطلاب عندي ستة إلا هو رفض. قال لا. ليه؟ طبعا ما حبيت أشد وأعطي معه، قلت خليه. يوم بعدها بعد ما خلصوا قلت له وش السالفة؟ قال إن أمي ترفض، تقول لا تفشلنا. أنا في ذاك الوقت جت زي الصدمة، يعني كيف تقول لا تفشلنا؟ الطالب متميز، يعني أنا قاعد أبني في المدرسة أو في القاعة حقتي في جهة، أتفاجأ أن ولي الأمر يهدم في جهة. فتواصلت مع مدير المدرسة وقائد المدرسة، قلت له أن السالفة كذا وكذا، وش الحل؟ قال نتصل على الأم الآن. فاتصلنا على الأم وذا قالت والله أن ما ودنا يفشلنا قدام الطلاب. طيب يا أختي العزيزة، أنا قاعد أبني الطالب هذا، أعطيه مهارات تفكير، أعطيه برامج، وأنت تجين تهدمين الشيء اللي أنا قاعد أبنيه. يعني أنا أبني طوبتين ثلاثة أربعة، ألقى الأم هدمتها كلها، يرجع الطالب عندي محطم نفسيا. خلاصة الحديث أني بس قلت لها أبغاك هالفقرات الكلام هذا أبغاك تقولينه له يوميا، أنت تقدر أنك تسوي الشيء هذا، أنت تقدر أنك تواجه الطلاب في الإذاعة المدرسية، كل يوم قولي له كذا. بعد أسبوع جاني قال بقدم إذاعة مدرسية. حلو. قلت تفضل، وش تبي تقدم؟ قال عندي موضوع باللغة الإنجليزية أقرأ وبترجمه للطلاب باللغة العربية. ما شاء الله. بسم الله عليه. فهذه الأشياء أنا قاعد أعطي الطالب كيف أنه يثق بنفسه قدام الزملاء. قدرات تحفيزية. نعم. أستاذ سلطان. نعم. وهذه من الأشياء الضرورية، يعني إن قاعدين حنا كمعلمين ومشرفين نعطي الطالب أنك أن تثق بنفسك. العمل الجماعي ما بين المجموعة كاملة، كقائد للمجموعة المقدم والباقين كيف أنه يعني يوزعون الأدوار بينهم. التواصل زي ما قلت لكم ما بين المدرسة والبيت، هذه من ضمن الأشياء اللي ضرورية قاعدين. طبعا ما بين تنمية اللي هي القدرة على الإلقاء، طبعا قبل ما يلقي احنا نكون قاعدين في القاعة ندرب الطالب كيف يلقي. لا انت عارف هو فعلا أستاذ سلطان أن الطابور الصباحي جدا مهم، لأنه مثلا من إحدى الأشياء اللي أنا كنت أسويها أيام مدرسة أنه فعلا كنت أشارك في الإذاعات المدرسية، هذا الشيء اللي كسر حدة مواجهة الجمهور سواء كان الآن وأنا مذيعة أو حتى لما كنت في الجامعة ولا لما دخلت الثانوي وبدأت يعني ألقي يعني في الخطابات المدرسية والحفلات الاحتفالات اللي تصير كل فترة. فأستاذ سلطان أطليحان المشرف التربوي، أنا شاكرة تواجدك معنا اليوم. نفهم من كلامك أنه ما يصلح نلغي الطابور الصباحي لأنه فعلا مهم، يعطي الطفل قدرات عقلية وجسدية. مشاهدينا نشوفكم بعد الفاصل.